بص، في حاجات كتير كان الواحد بيتخيلها ايام ثانوي وايام اعدادي، ان انا لما هدخل الكليه هعيش حياه تانية، انا هبقى هعيش حياه الشباب، ان انا اخش الاقي نشاط رياضي، الاقي ملعب ينفع يتلعب عليه، الاقي مسرح ممكن اشترك في فريق تمثيل، الاقي مثلا تيم وورك الناس اشتغل معاهم، دكتور احس ان هو زي اخويا الكبير يساعدني واساعده، مش اللي هو دايما كلام من فوق، كلام تحس النصايح نصايح، مش يعني ما لقيتش الصورة اللي انا كنت متخيلها. دخلت وعديت سنين، بس كل واحد بيحس ان هو شغال لوحده، ما فيش حد بيشتغل حد فوقيه سوبرفايزر عليه يساعده يعمله، ما حسيتش انا بالكلام ده. اول يوم ليا في الكليه، انا بصراحه فاكر اليوم دوت كويس قوي. يعني يمكن هو ما قابلش توقعاتي اللي انا كنت متوقعها لليوم دوت، لاني اتصدمت بصراحه اول لما دخلت المدرج اللي خدت فيه اول محاضره، ان هو كان شكله غريب وكان قديم ومبهدل وكان زحمه والجو كان حر. بس انا فاكر ان هم قالوا لنا ان مش ده المدرج بتاعكم، وان هم بيعملوا لنا مدرج تاني. فالسنه اللي بعديها فعلا ده حصل، واتنقلت في مدرج كان احسن بكتير، ودي يمكن كانت حاجه كويسه. يعني هو انا كان اول تصور بالنسبه لي في اول يوم في الكليه ان هخش الاقي المحاضره فيها دكتور شيك جدا، جنتل، بيتعامل معايا، بيتواصل معايا باسلوب جيد جدا، يعني اساله ويرد عليا، حاسس ان في نوع من المعرفه جيده جدا عنده بالنسبه له، يقدر يوصل لي، عنده اسلوب تواصل كويس جدا مع الطلبه، وده صراحه انا اتصدمت بيه يعني. ولكن مع الوقت الواحد اعتاد عليه، ووجدنا بعض الدكاتره كويسين في السكاشن يقدروا يعوضوا الفرق دوت، يعني كنت اتمنى ان يكون الوضع افضل من كده مليون مره يعني. ولكن احنا بنجد نماذج طيبه برضه في وسط الضلمه ديت. ده كان اول انطباعي في اول يوم في الكليه. اظن الوضع يعني نوعا ما بدا يتحسن بوجود وجوه جديده في الشرح يعني. وانا يعني كنت متصور فكره عن الكليه ان نظام محاضرات بقى ونظام جديد هنشوف غير الدروس بتاعه الثانوي، انما لما دخلت الكليه اكتشفت النظام ما اختلفش. يعني رايح الكورس وبذاكر في البيت، الكليه الحضور فيها مش بالاهميه دي، يعني الكورس هو المهم، عشان الكورس هو اللي هذاكر معاه، هو اللي هيخليني اجيب الدرجات في الاخر وكده. انما يعني في الكليه يعني ما حسيتش ان هم مهتمين قوي بالطالب كده، يعني كل دكتور بيخش يشرح بيقول كلام مش منظمين كلامهم مع بعض، ما لقيتش يعني ما حسيتش بالنظام اللي كنت متخيله. يعني انا اول يوم عندي في الكليه ما يفرقش كتير عن اليوم اللي انا فيه دلوقتي وانا في سنه خمسة، يعني كل اللي بحاول اعمله ان انا اكون تحت كوبري، ما بقدرش افهم محاضرات، بحاول اغيب منها دلوقتي، بحاول اغيب من الراوندات علشان ما بفهمش برضو منها حاجه، فهو انا ما فيش فرق ما بين زمان وما بين دلوقتي. اول يوم دخلت في الكليه، انا لسه فاكر اول يوم دخلت في الكليه دوت، طلع دكتور، كنت طبعا متوقع ان انا اخش احب المحاضرات، لان كنت بشوف اخواتي اللي اكبر مني كانوا دايما بيفلتوا من المحاضرات وكده، وكنت متوقع ان انا ابقى برضو ايه اللي هو الناس دي بتتلكك ولازم نحضر محاضرات والكلام ده. بس اول يوم دخلت في الكليه طلع الدكتور الفلاني وراح مسك السبوره الكبيره قوي، كانت سبوره طبعا بتباشيره، ودي كانت اول مره يعني حاجه صدمتني جدا، لقيته عمال يكتب ويتكلم بالانجليش ومصطلحات ومش عارف ايه وترمينولوجي، وبعد كده لقينا ساعه والمحاضره خلصت. ده اول يوم. جيت تاني يوم طلعت الدكتوره الفلانيه كتبت نفس الكلام او يمكن غيرت فيه شويه، وكانتش عارفه تتكلم معانا عربي، هي دي كانت مشكله برضو فظيعه بالنسبه لي، لان كانت المصطلحات تقيله عليا في الكليه دي بالذات. المهم قعدت سنه على هذا الوضع، كل يوم دكتور بيطلع بيكتب كلام على السبوره اللي بتبشير برضو، ولسه فاكر لحد دلوقتي اخر محاضره حضرتها في الكليه ديت كنت في سنه اولى. اول يوم دخلت فيه الكليه انا ما كنتش متوقعه كتير، يعني انا ما كنتش متوقعه ان انا هلاقي نفسي مثلا في هارفارد ولا في اوكسفورد، بس انا اتصدمت برضو، يعني انا كنت متوقعه ان الموضوع مش كويس جدا، بس ما كنتش اتوقع ان هو بالسوء ده. ده كان اللي انا حسيته اول يوم. كنت متوقع الاقي نظام تعليم احسن من اللي لقيته، يعني احنا ما بنحضرش محاضرات، كل المعلومات بناخدها من الكورسات، ما بنستفدش اي حاجه من الكليه غير بعض الحاجات كمان، يعني بيعاملونا بطريقه، الموظفين بيعاملونا على اساس ان هم الدكاتره، الغياب لازم تحضر بالغياب مش عارف ايه. بس بص، هو سلبيات من حيث نظام الكليه وفي حاجات من حيث الاستاف الموجود. من ناحيه نظام الكليه التعامل مش تعامل، يعني المفروض دكتور بالرحمه مع الطلبه، لا هو الدكتور بس عايز يمشي شغله، عايز بالذات رعايه الطلبه واتحاد الطلاب بتاعنا بيساعدنا، وبس بقى انا حسيتهم بيعانوا جوه اتحاد الطلبه، لان هو عقبال ما بيعملوا لنا حاجه
بيتعبوا جدا، بيتعبوا بجد، لان التعامل حاجه صعبه هنا. بالنسبه للاستاف، الاستاف فيهم ناس فعلا على مقدره عاليه ان هم يقدروا يشرحوا لنا حاجات حلوه جدا وعلى مستوى عالي جدا من الدرجه العلميه وعلى مستوى عالي جدا من الاحترام، بس في نفس الوقت في العكس تماما موجود، وده بيبان جدا ايام لجان الشفوي. ايام لجان الشفوي يبقى يمين يا شمال. بس في المحاضرات والسكاشن اللي انا باخدها، ان انا احيانا في بعض الدكاتره بحس ان هو مش متقبلني كطالب طب جاي المفروض هو بيديني معلومه، لا بحس ان هو جاي يطلع عقده عليا وخلاص. فيا ريت يعني الدكاتره اللي بيدونا يعني يكون ماشيين على بيزكس بتاعت ميديكال اديوكيشن صح، ويكونوا بيعرفوا يوصلوا المعلومه ويكونوا كويسين وما احسش بالموضوع ده تاني. ان انا لحد الان انا كطالب مش من حقي، يعني ما خدتش ان انا كطالب اخد درجات تفصيليه، درجاتي تطلع تفصيليه كامله في الامتحان. ان الشفوي لغايه دلوقتي ما طبقش فيه نظام الارقام السريه ونظام الفيفا كاردس في البتاع في التوزيع ونظام الفيفا كاردس في الاسئله. لغايه دلوقتي في حاجات المفروض تطبق، مثلا في موضوع تطوير الكتاب قد نشوف تجارب بسيطه في بعض الحاجات، لكن في كتب كتاب الشرع اتطور بقى في حاجات طيبه نقدر يعني تحسن بعد كده. طب نتمنى ان التجربه تعمم وتبقى شامله. يعني اخر حاجه يعني شايفها ان موضوع يعني احد الدفعات في موضوع فيها مثلا دفعه سنه 6 حاليا موضوع قرار لجنه التشريع والفتوى تم رفضه من الجامعه بدون اي سبب واي مبررات، فاتمنى التعاطي والتعاطي في الاداء وفي الرد علينا بعد كده بيننا وبين اداره ومجلس جامعه ومجلس كليه يكون بصوره افضل من كده. اللي هو نظام الشفوي في الكليه يعني بشوفه ان هو مفيش عدل في التعامل مع الطلاب. يعني انا ممكن اخش الدكتور مثلا مزاجه وحش اليوم ده يسالني اجاوب مثلا على اسئلته، بس هو عايز ينقصني كده. واحد تاني يدخل لدكتور مثلا مزاجه حلو يديله الدرجه من غير ما يجاوب، فبحس ان مفيش عدل، لازم يبقى في مساواه في النقطه دي ما بين الطلاب وكده. الحاجات السيئه اللي انا شفتها مينلي هي المحاضرات، ان انا مش حاسه ان انا في كليه، انا حاسه ان انا في اعداديه، كل اللي بعمله ان انا باخد دروس وبحفظ وبسمع. ودي حاجه انا مش شايفاها مش كويسه خالص، وشايفه يعني كمان كلمت مع كذا دكتور او كذا معيده لما بقول لها كده بتقولي مالكيش دعوه، ذاكري انت، احفظي انت، اعملي كل انت تقدري عليه، انت وظيفتك في السبع سنين دول انك ما تعمليش اي حاجه غير انك كولكتنج ماركس، بعد كده تغيري اللي انت عايزاه. فهو ده اصلا وجهه نظر بعض الدكاتره، ان انتوا احفظوا وجمعوا درجات وبعد كده بقوا شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وبعد كده بقوا اتعلموا يعني. فدي شايفاها سلبيه كبيره جدا. بصوا انا يعني في اول 3 سنين كان نظام السكاشن ده كنت فاكره كويس، لكن بعد ما طلعت سنه رابعه وكده الراوندات احسن في حاجات كتير. ان احنا يعني انت بتاخد المنهج كورس كل مره واحده كده بتخلصه، يعني بتركز فيه احسن ان انت بتاخد 4 مواد في المره الواحده. فانا اتمنى ان الدفعات اللي بعد كده من اول الكليه يبقى كلها نظام راوندات، يعني ياخد الفسيولوجي مره واحده، الاناتومي مره واحده، هيريحوا احسن، هيبقى هيذاكر الماده كلها مره واحده. لما حصلت ايام الثوره والكلام ده جه والعميد اتغير، العميد الجديد اللي جه دكتور ايمن كان حريص جدا انه ياخد راي الطلبه، كان يعني لما الطلبه بيقنعوه حاجه كان بيقتنع جدا عادي متقبل لراي الاخر. كان الموضوع ده مش موجود في العميد اللي قبل كده، كان العميد اللي قبل كده يقتنع براي المساعدين بتوعه وما يقتنعش براي الطلبه، ما بيسمع لهمش اساسا، نطلع نكلمه ولا كان يسمع لنا. دكتور ايمن لا، في الحته دي حته كويسه ودي حاجه عجبتني جدا في الكليه، دي الحاجه الوحيده اللي اتحسنت اللي لقيتها. بس اللي انا شفته اتغير على مدار الست سنين اللي انا في الكليه دي، اولا السبوره اتغيرت ودي حاجه كويسه، الداتا شو اللي كانت موجوده كانت بقت احسن دلوقتي، وبقى فيه ان انت ممكن تاخد الحاجه دي على فلاشه وتروح بيها البيت وتشوف الباوربوينت عندك وكل حاجه. موضوع اقرار التوصيات لجنه المناهج اللي هي يعني التوصيات اللي تقدم بها لجنه المناهج دي، لجنه موجوده تبع وكيل الكليه شؤون تعليم الطلاب، ديت التوصيات ديت منها مثلا موضوع الكتاب الجامعي ان هو يتفصل، وموضوع تسعير الكتاب العملي وفصله عن النظري، وموضوع تسعير كتاب اللوك بوك. انا شايف ان دوت هيبقى كويس جدا، ولكن كنت اتمنى تطبيقه من السنه دي، يعني وان كان هيتاجل كنت اتمنى تطبيقه السنه دي. يعني شايف برضك من الايجابيات ان بقى في تواصل جيد يعني او سهل بيننا كاتحاد طلاب وبيننا وبين الاداره وبين تواصل بين الكيانات المختلفه. شايف من الايجابيات الجو النشاط الطلابي المفتوح وكم الاسر الموجوده وكم الانشطه اللي موجوده، عندنا جمعيه علميه، عندنا اتحاد، عندنا اسر، عندنا كيانات، عندنا روابط، عندنا يعني ده كله جيد بيصب في مصلحه الطالب. عندنا من الحاجات اللي انا شايفها ايجابيه برضك كذلك موضوع ان مثلا يبقى في طالب مثلا يخش يوضح رايه في مجلس الكليه، ده كان حصل معانا كاتحاد طلاب، الواحد دخل ووضح رايه بخصوص موضوع الدروس الخصوصيه. هو يعني
مش اللي يتحس. انا يعني لما دخلنا سنه رابعه وكده انا نظام السكاشن يعني ما كنتش بحس ان انا بستفاد منه بالقدر ده. انما لما دخلنا بقى في نظام الراوندات وكده حسيت مثلا ان انا ابتديت اشوف عيانين قدامي، ابتديت الشرح بيتغير، حسيت ان انا فعلا بتعلم تعليم بجد وكده. بس الحاجات اللي انا شايفاها بتحسن، انا لسه في سنه تانية فانا ما دخلتش في سنين الكلينيكال، بس كل الناس بتقولي ان مع الكلينيكال هتلاقي الموضوع افضل كتير. بس اللي بيتحسن ان انا اتعودت على المكان. يعني اللي بيتحسن ادائي انا والادابتيشن بتاعي على البيئه اللي انا عايشه فيها. بس من حقنا نتعامل معهم للطلاب، من حقنا ان احنا نحس ان احنا شباب وعايشين حياتنا برضو، يعني طالب وشاب في نفس الوقت. يعني ان هو ان الدكتور مش لازم يديني محتوى علمي بس، المفروض ان هو يعيش معايا حياتي الاجتماعيه برضو. الكلام ده مش حاسه موجود خالص، لان العدد كمان مش سامح له بالموضوع ده. يعني ماشي هو نظام تعليمي فيه مشكله ان العدد مش كافي، بس برضو كان يحاول على قد ما يقدر ان هو يساعد على قد ما يقدر اللي نفسه في كده. يعني بس من حقي بعد 7 سنين في كليه طب ان انا اطلع دكتور، مش هطلع مؤهل لدراسه الطب. من حقي كطالب طب ان الدرجه اللي انا هحصل عليها ابقى واثق 100% ان ما فيش تدخل فيها، ما فيش كوسه، ما فيش لعب اي حاجه. من حقي ان انا لما اتخرج من الكليه يكون المرتب بتاعي على الاقل زي خريجين الكليات التانية. من حقي لو اتظلمت في التصحيح اشوف ورقتي ولو ليا حق اخده. من حقي ان الامتحان لما بيجي صعب واخش بعديه لجنه الشفوي الدكتور يسالني ايه عملت ايه في الامتحان او الامتحان كان عامل ايه، من حقي ان انا اقول له صعب. من حقي ان انا اطلع بعد 7 سنين من الكليه اعرف ادي حقن من غير ما اتعلم في الناس. من حقي كطالب طب ما ادخلش الجيش. من حقي ان الامتحان اللي انا امتحنه يكون متعلق بالحاجه اللي انا خدتها. من حقي ان احضر المحاضره عشان اتعلم حاجه جديده، مش عشان اللي هيتقال هو اللي هيجي في الامتحان. من حقي كطالب طب ان المعلومات اللي هدرسها ما تبقاش عدت عليها 70 سنه وانا مش مطالب بيها. من حقي كطالب طب بعد 6 سنين ان انا الاقي وظيفه كويسه في مكان كويس بمرتب كويس. من حقي ان انا احس ان في نور في اخر الطريق وان انا ليا مستقبل، وان انا مجهودي ده كله في الاخر هبقى ريوردد عليه ويعني هيكافئوني، مش هلاقي كل الناس اللي في امتياز وفي سنه سته بيقولوا لي يا بنتي الحقي حولي، يا بنتي كده كده ضايعه، يا بنتي انت هتاخدي 230 جنيه. فانا نفسي احس ان في حاجه قدام بتخليني احاول اتعب اكتر وبتديني بوش ان انا اكمل. بس من حقي ما ادرسش مناهج ما عرفتش موجوده في الحياه. من حقي ان انا احس ان الدكتور بيعلمني مش بيحاول يعلم عليا. من حقي كطالب طب ان انا اتعلم كلينيكال صح. من حقي كطالب ان يوم السبت يرجع اجازه تاني، ومن حقي ان يبقى في درجات للنشاط الطلابي. من حقي ان لو في 10 دكاتره بيصححوا لي ال10 يديني نفس الدرجه. من حقي كطالب طب ان اتقيم كويس في الشفا والعملي، ما تبقاش مجرد حالات بروفيشنال، واتعلم كويس. اللي انا نفسي يكون من حقي ان انا اكون فاهم النظام، السيستم نفسه نفسي افهمه. بس كده. من حقي بعد 6 سنين احس ان انا دكتور وبمارس طب، مش بس كل سنه احس ان انا طالب ثانويه عامه بحفظ المعلومات وادلقها وبعد كده بخ.